ما شاء الله شكله حلو. أمال ليه طنط هنية بتقول إن هو شبهك؟ كريه نبيلة، أنت يعني شايفاني قرد؟ لا طبعا أنا ما قصدش، بس ده قمر في مني كتير. علمك بقى، بصي الثقافة بتنط مناني شبهي أنا طبعا، بس لأني شخص مجامل أنا أقول إن هو شبهك. نبيل نبيل ايه ده؟ ايه هو في ايه نبيلة؟ جرالة حاجة ولا ايه؟ انت نايم؟ لا يا ماما لا، انا مش نايم، انا بستحمى. نبيل ايه يا ماما في ايه؟ انت بتصحيني من احلى نومة ليه بس؟ ليه؟ انا عايز اعرف انت هتسمي الواد عبد السلام على اسم ابوك ولا لا؟ انت مصحياني من النوم يا ماما، انا بقالي يومين ما نمتش عشان تقولي لي كده. ما هو انا لازم اعرف انت هتسمي الواد على اسم ابوك ولا لا؟ نبيل انت ليه مش بتحب ابوك؟ انا بحبه يا ماما، بس الصبح رباح خلينا نام والصبح نتفاهم يا ماما. نبيل انت مش بتحب ابوك يا نبيل. يا ستي بحبه خلاص، هسميه على اسم بابا خلاص. طب توعدني انك هتسميه على اسم ابوك يا نبيل؟ حاضر يا ماما حاضر، اوعدك يا ماما. سيبيني انام بقى. نبيل نعم يا ماما. احلف. فحلفت لماما ان انا هسميه عبد السلام عشان تسيبنا نام. انا لا يمكن اسمي ابني عبد السلام، انا هسميه مذكور على اسم بابا. لا يمكن مذكور؟ لا يمكن. انا حلفت لها. بقول لك صوم 3 ايام. هصوم 3 ايام بس مش هسميه مذكور.